كان الثورة بنعاني معاناة شديدة طبعا من انقطاع الموية. الآن لها 17 يوم الموية ما دخلت لنا، لا خلينا درداقات، لا خلينا كوارو، حتى الناس يعني الكوارو بيجوا يشتغلوا الناس يعني الليلة الكارو الليلة جوز الموية بألف جنيه. فيها تحدي مجتمعي وتحدي حكومي وتحدي صحيح كبير جدا، يجب أن تجد الدعم الكامل ما دام هذه المدينة مدينة بورسودان أصبحت هي العاصمة الإدارية المؤقتة لكل السودان، ما زالت هذه المدينة تحتضن كل هؤلاء السكان. وهذه الأمراض المنقولة عبر المياه هي أمراض برضو تعتبر أمراض خطيرة جداً.